تسعى الإدارة العامة للدفاع المدني إلى توفير الحماية والوقاية والسلامة اللازمة في المنازل وخاصة المطابخ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان المبارك. تحرص الإدارة العامة للدفاع المدني على نشر التوعية وتثقيف ربات المنازل ومستخدمي المطبخ للحفاظ على سلامتهم أثناء تواجدهم لما تشهده المطابخ من أجواء خاصة في شهر رمضان المبارك لإعداد الأطباق الرمضانية. قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتغطية العديد من البلاغات في شهر رمضان لسنة 2020، واللي من أبرز هذه البلاغات هي حرائق المنازل بشكل عام والمطابخ بشكل خاص، واللي تحرص عليه الإدارة هذه السنة بتقليل نسبة هذه البلاغات من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية لربات المنازل وطريقة استخدام المطبخ بالشكل السليم والآمن. كما ننوه بأن غرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني تعمل على مدار 24 ساعة وعلى مدار السنة في تغطية جميع البلاغات لخدمة مملكتنا الغالية. تنصح الإدارة العامة للدفاع المدني جميع ربات المنازل بأهمية توفير معدات السلامة داخل المنزل من طفايات حريق وجهاز كاشف الغاز وبطانية الحريق. أيضا ننصح ربات المنازل في حال وجودهم داخل المطبخ عمل التهوية المناسبة داخل المطبخ، متمنين خلال هذا الشهر الفضيل عدم وجود حرائق لا سمح الله وإصابات. جهود كبيرة تبذلها الإدارة العامة للدفاع المدني لرفع مستوى الوعي من خلال المتابعة والتوجيه في اتخاذ التدابير الوقائية لتقليل فرص وقوع الحوادث والحريق وتأمين السلامة في المطبخ خاصة خلال أيام الشهر الفضيل.